السلام عليكم، معكم ماريو في فيديو توب 10 الذي سيكون توب 10 باور ابس في العاب سوبر ماريو. كما تعلمون يمكن لماريو الحصول على قدرات مختلفة عبر هذه الباور ابس خلاف السوبر مشروم والونوب مشروم، وهذا حصيناه نجدها تقريبا 50 باور اب، لكن سأختار افضل 10 منها في هذا الفيديو. فلنبدأ اذا. رقم 10، Flying Squirrel Mario. هذا الباور اب ظهر في نيو سوبر ماريو بروس يو. عجبني الباور اب لانه يمكنك ان تطير قليلا في الهواء، ثم هناك هذه القفزة في الهواء، وافضل شيء انك يمكنك ان تبقى في يعني فوق الجدران بدون ان تسقط، يعني تتعلق هناك لتأخذ وقتك في الذهاب. يساعد هذا الايتم يعني باور اب كثيرا في البلاتفورمينج. رقم 9، ميتال ماريو. هذا الباور اب الذي ظهر في سوبر ماريو 64. هذا الباور اب يسمح لماريو ان يتحول الى حديد بالكل، يعني يصبح رزين جدا حتى انه يسقط في الماء ويمشي تحت الماء. وشيئا دائما نحلم ان نواجه قوانين الطبيعة والجاذبية ونمشي تحت الماء. صحيح ان الوقت ينتهي، لكن يعجبني كثيرا انك تذهب تحت الماء ولا احد يمكنه ضربك. رقم 8، جولد ماريو. هذا الباور اب ظهر في نيو سوبر ماريو بروس 2 على 3DS. يعجبني جدا، يعني يمكنك تتحول الى جولد ماريو عندما تطلق تلك الكرات الذهبية، تحول كل شيء الى كوينز. وانا دايما يعني احب الكوينز، وانا في بعض الاحيان تضيع الوقت، لكن في تلك اللعبة الكوينز يعني لن تهتم للاميرة ولا شيء، فقط الكوينز. لذلك ايتم الباور اب يساعدك جيدا، و تسمع فقط احس الكوينز وكل شيء يتحول الى كوينز. حتى الانميز يعني ما تقتلهم تصبح كوينز 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 كوينز. رقم 7، بوه ماريو. هذا الباور اب ظهر في سوبر ماريو جالاكسي 1 وعاد في سوبر ماريو جالاكسي 2، لكن بالاخص سوبر ماريو جالاكسي 1 استغله جيدا ويسمح لماريو ان يتحول الى بو ويدخل في الجدران ويصبح خفيا ويطير، يصبح يطير مثل الاشباح. وهذا ما يعجبني كثيرا فيه انك تطير. هناك ليفل يعني يخيرك بين بي ماريو او بو ماريو، دائما اذهب لبو ماريو. صحيح ان يمكن الذهاب في العظبة، لكن على الاقل تاخذ حريتك ان تطير وتذهب الى المكان اللي تريد له، مع انه يجذب البوز الاخرى تحبك، لكن يعجبني بخاصة مظهر ماريو وهو في شكل بو. رقم 6، بعد بو ماريو لدينا بومرانج ماريو. نعم، هذا الباور اب ظهر في سوبر ماريو 3D لاند ثم عاد في سوبر ماريو 3D وورلد. يعجبني هذا الباور اب لان لدي هذا البومرانج الذي يذهب ثم يعود الى ماريو. يمكنني ان اقوم بفازات مثل طيش البومرانج ثم يعود، لكن تقفز فيذهب الى وراءك يقتل الانمي اللي وراءك، ثم يعود وتقفز يقتل الانمي اللي امامك الى اخره، ويذهب ويعود ليس مثل فاير فلاور. رقم 5، كيب ماريو. باور اب ظهر في سوبر ماريو وورلد وهو عبارة عن كيب تعلق حول ظهر ماريو.
يمكن يطير يعني عندما يقفز عاليا لا يسقط، بل بذلك الكيد يخفض من سقوطه، من سرعة سقوطه، يمكنه حتى أن يعود في الهواء عبر التحكم في جلسته في الهواء، ويستعمله لضرب الانميز وتدمير البلوكس. هو بالطبع جيد، لكن خسارة أن يكون بالتودي، تخيل أن يكون بالثريدي مثل سوبر ماريو 3D وورلد، كيف يكون الحال في كيب ماريو. الرقم 4، كات ماريو. مياو. ظهر هذا الباور اب في سوبر ماريو 3D وورلد، وماريو تحول فيه الى قطة، يعني صوت قطة اللي تسمح له بالتسلق في الجدران، تسلق يعني يقوم فوقها ويتسلق، وجيدا هناك كثير من السكيلز التي ينتج منها، يقفز فوق التسلق ثم يقفز مرة أخرى ويعود يقفز ويعود إلى آخره حتى يصل إلى الفوق بدون الوول جامب. وأيضا هناك يخبش الانميز ويقوم بأتاك في الهواء، ونادرا تجد ذلك في بعض الايتمز. رقم 3، ميجا مشروم. هذا الباور اب ظهر في نيو سوبر ماريو بروس دي اس، وعاد في نيو سوبر ماريو بروس 2 و سوبر ماريو 3 دي وورلد. عجبني بالاخص سوبر ماريو 3 دي وورلد، يعني بالثري دي يصبح ماريو كبيرا ولا يردعه شيء، بالجراوند باوند يكسر تقريبا كل شيء. وفي دي اس يمكن الحصول على 5 وان ابس، بالأخص إذا ذهب إلى الأخير، يعني يكسر حتى العالم. هذا ما عجبني، دائما أحاول أن أذهب إلى الأخير وكسر كل شيء في طريقي، وأذهب إلى العالم وأكسره أيضا وأخذ 5 ونبس لايك باس. الرقم 2، راكون ماريو. أظن هذا اسمه، إن هناك اثنين، هناك تانوكي سوت الذي لا يسمح له بالطيران، فقط ينزل بقليل، وهناك أيضا هذا الراكون ماريو الذي نجده في سوبر ماريو بروس 3 ونيو سوبر ماريو بروس 2. يعني هذا عندما تجري بسرعة يمكنك أن تذهب في الهواء بسرعة وتصعد قفزة كبيرة حتى أنك تطير لوقت معين، وأيضا لديه ذيل يسمح له بضرب الانميز ونزول بقل، يعني مثلهم يتشابهان تانوكي سوت وراكون ماريو، فقط تلك مسألة الطيران تلك. يعني يعجبني جدا، دائما اذهب اليه في نيو سوبر ماريو بروس 2 وليس فاير فلاور. اذا نراجع اختياراتنا للتوب 10. رقم 10، فلوينج سكورل ماريو. رقم 9، ميتال ماريو. رقم 8، جولد ماريو. رقم 7، بو ماريو. رقم 6، بومرانج ماريو. رقم 5، كيب ماريو. رقم 4، كات ماريو. رقم 3، ميجا ماريو. رقم 2، راكون ماريو او تانوكي سوت. رقم 1، كلاود ماريو. نعم، هذا الباور اب ظهر في سوبر ماريو جالاكسي 2، وهو افضل باور اب بلاي، لان به يمكن صدع 3 سحابات، ويمكن ماريو يعني البقاء فوقها، ويصبح ماريو خفيفا قليلا عما قبل، يعني عندما يسقط اخف، يعني يحتاج الى الوقت اكثر للسقوط، وكل هذا يساعد على القيام بقفزة طويلة بدون مس القاع، يعني من هذا المكان أذهب أقوم بلونج جامب، يعني عليك أن تكون سكيلر لتقوم بذلك، عليك أن تذهب تقوم بلونج جامب ثم سحابة الأولى، تقوم بول جامب، لا أقصد لونج جامب آخر ثم سحابة، ثم لونج جامب آخر ثم سحابة، ثم لونج جامب وتقوم بسبين
وتذهب إلى المكان. يعني ذلك المسار كله طويل جدا، بالأخص إذا ذهبت ذلك الكل وتجد مرة أخرى الكلاود باور أب وتأخذ 3 سحابات جديدة. يعني يمكنك تبقى في الهواء كثيرا، ويمكنك السفر به إذا لديك كثير من الكلاود باور أبس. يعجبني بخلاف بقية الباور أبس، ولذلك هو في المركز الأول. أتمنى أنه عجبكم التوب 10، وهو أول واحد بيختص بسلسلة ألعاب واحدة، ولدي الكثير من أفكار للتوب 10 ولا أعرف بماذا أبدأ. لذلك أكتبوا في كومنت موضوع التوب 10 القادم، وحبذ أن يكون حول سلسلة ألعاب القنفذ سونيك. كان معكم من ماريو، see you next time.